السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في قناة تحديات ومعلومات متنوعة. النهاردة إن شاء الله جاي لكم فيديو جديد، ده جوز يمام بري طبعا اللي بيطير في الجو، اللي بيبقى مثلا على العماير، اللي بيسكن على العماير في المناور وكده. فالجوز ده جبته شغال، قلنا نجدد عن اليمام القمري. طبعا احنا عارفين اليمام القمري ومواصفاته. طبعا الجوز ده كان شغال عند واحد زميله كده، كان باض عنده مرة وطلعه، هو كان جايبه جوز غليل وكده ورباه عنده يعني، وايه باض عنده مرة، هو منه برضك مش من هوايته او اليمام والحاجات كده، فقال لي ادهولي وكده، فقلت ايه برضك انا هاخده، وخصوص التصوير برضك نصور بيطير ازاي وبيعشش ازاي وفراخه عاملة ايه ما يجي يطلع، والزغاليل شكل الزغاليل وكده. طبعا كنت مبسوط اوي وانا بجيبه، عشان برضك الحاجات زي كده ما بتعيش في الاقفاص، لو انت ماسكه مثلا هو متعود على الطير ممكن من الحبسة يحصل له حاجة. لكن اتمنى ده كان مربي الزغاليل وحطه في قفص على طول، فهو ايه واخد على ايه على قعدة القفص وكده، حتى تلاقيه هادي اهو. طبعا زي ما احنا عارفين تربية الحمام سهلة وجميلة، وطبعا لو كنتوا سامعين صوت اليمام القمر اهو بيزوم اهو. طبعا اليمام القمري غير اليمام البري، اليمام البري بيبقى ايه شقي شوية وكده، وما بيحبش يقعد في قفصة، ما بيحبش يتحبس. فلو انت معوده على قفصة ماشي ربيه، لكن لما مش معوده على قفصة طبعا ايه مش من النادر اللي هو يبيض عندك، منه متعود على البرية وكده، ومثلا متعود اللي هو يعشش في أماكن تانية. طبعا لو في جناين على الشجر، لو في وسط سكن وكده، بيبقى مثلا على شبابيك زي ما بنشوفه، وعلى مناور، وعلى أي شباك، وعلى أي حاجة كده بيسكن عليها، ويطلع عادي وزغلول بتطير وتبقى دي حياته. كان طول ما انت مثلا معوده على تربية معينة على القفص مثلا، هيدنه طبعا هو وقع وكبر على كده، فهيدنه قاعد معاك كويس، وممكن يشتغل معاك اكتر من مرة برضك. وقال اشتغل معايا مرة وكان زغلول من قلب برضك الفضة بتاعه، وهو مش هواية قوي، ففي زغلول من عنده مات، فزغلول التاني كبر وكان طيار وكده، فقال لي خدوا الجوز ده، فخدته ايه وهنجرب مع بعض. طبعا انا مليت له الارضية برضك زي ما كان عامل قش واكل عصافير، وهو كان مكان عصافير وحطيت له شوية قش شوية، قلت برضك ايه عشان ما يجي يشتغل وكده. طبعا انا زيكم برضك في انتظار شغله، طبعا اشوفه برضك على ما اظن هو عيشه زي العش التاني برضك، وبيبيض برضك بطين طبعا معروف. طبعا النكاية بتتميز عن الذكر، بتبقى معروفة برضك، الذكر بيبقى صدره وجسمه فاتح شوية عن جسم النتاية، يعني المديانة ظهرها دي النتاية، واللي في الوش ده اللي متصورين ده القمر موجهة ليه، ده الذكر اهو، ده الذكر دي النتاية. طبعا بيبقى الذكر بيبقى مليان شوية ودي صحة عن النتاية، النتاية بيبقى جسمها قليل عن الذكر، والذكر بيبقى مثلا ايه أفتح من النتاية، النتاية بتبقى جسمها غامق شوية. طبعا بيبقى منقار الذكر قصير نوعا ما، والنتاية بتبقى ايه منقارها طويل زي ما احنا شايفين. ابص منقارها حضراتكم طويل. طبعا الحتة البيضة دي اكل عصافير كانت بتاكل دلوقتي، بتبقى رفيعة وتبقى عاملة زي الابرة كده، دي ايه دي في اليمام البري زي ما حضراتكم شايفينه. واو طبعا برضك تربيته سهلة وجميلة، وطبعا برضك زي ما احنا عارفين يتباع في سوق السيدة عيشة كده، وبرضك تمنه رخيص جدا، بيبيعوا في ناس بتبيعوا جوز ب15، وفي ناس بتبيعوا جوز ب20، وفي ناس بتبيعوا جوز ب30 وكده يعني. طبعا بيبقى أرخص من اليمام القمري، عشان محدش ايه بيربيه كتير، أو هو صعب في تربيته. هو السر بتاع تربيته اللي هو ما بيبيضش أصلا عند أي حد، اللي هو لازم متعود وهو صغير على حاله. طبعا مفيش يمام بري طبعا أمسك القمر وأصوره كده، لأ بيطير ويتعفرط، ما بيديش فرصة لأي حد يمسكه أو يلمسه. طبعا الجوز ده منهم محبوسين كده وتربيته، فايه فمتعود طبعا اللي هو ايه هادي وكويس.